اسم دوار تنفردة وبشراكة مع دواوير بني عياط إقليم أزلال جهة بني ملال الخنيفرة نستنكر هذا المطرح اللي بكل صدق يعني نستنكره استنكارا باتا، نكونوا واضحين بكل صدق. وباش نوضع الإخوة في الصورة يعني كاملين الناس اللي راهم حاضرين، وتنشكروا بعد أولا المنابر الإعلامية اللي حضرت بقوة. اللي بغيت نشير ليه هو أن التهيئة ديال المطرح أصلا ما كاينش على أرض الواقع، المطرح ما كاينش على أرض الواقع بتاتا، وهو دابا التهيئة ديالو يعني استنكرت الساكنة هذا الشيء، علما أن الناس ما فرسهاش وما تمش إشراك الساكنة ولا فعاليات ما كاينش إشراك الساكنة ولا فعاليات المجتمع المدني ولا أي شيء من هذا القبيل، لا صغارا ولا كبارا. حتى واحد النهار نزلوا قال لك بغينا نديروا المطرح، ما فهمنا والو. اللحظة فاش دخلوا معهم الناس قالوا لهم علاش ودي هذا المطرح، هذا راه لا يليق بتاتا. واش يعني الساكنة ديال بني عياط تستاهل أنها يكون فيها مطرح، علما أن الساكنة راها متضرة من هذا المطرح هذا اللي راه فيه يعني غادي يمشي تمشي الطبيعة بشكل رعوي. الناس يعني تدير هنا الرعي ديال الماشية، وكاين يعني الناس دايرين يعني النحل، دايرين النحل وغادي يمشي الشجر، وراه يعني مشاكل كثيرة 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 تخبط فيها الناس يعني. وهذا المشروع هذا اللي غادي يخلي الناس يعني غادي يتضروا، لا من ناحية ديال الفرشة المائية، غادي يوليو يشربوا الماء ملوث، الماء غادي يكون في واحد يعني ما نقدرش نشرح لك، تاخذوا العبارات بكل صدق. غادي يتضروا بزاف، غادي يتضروا قلت لك لا العنصر البشري ولا الحيوانات، غادي يولي يعني هذا المطرح هذا غادي يستقطب لينا سميتو الجردان مثلا، غادي يستقبل لينا الضفادع، غادي يستقبل لينا الكلاب الضاله، غادي يكونوا الطيور الكثيره، غادي يولي واحد المشكل بزاف. زائد الاوبئه اللي غادي تكثر بزاف، بحكم اننا حنا دابا في عز كورونا اللي راه يعني تعيش هذا العالم واحد الوباء كبير، وتنحاولوا يعني باش نتفاداوه. الحمد لله انتم شفتوا كاين التباعد اجتماعي بكل صدق، وغادي نخرجوا منه غادي نطيحوا في مشكل اخر اللي غادي تكون يعني ازمات نفسيه، والناس غادي تعيش واحد المشكل قداش صعيب، صعيب جدا. غادي يكون امراض مزمنه، غادي تكون ضيق التنفس، غادي تمشي الفرشه المائيه. نتاسف من اللي سمعنا بان الجماعه غادي يدير فيها مطرح، واللي تنتخوفوا انه يكون مطرح جهوي، ولكن المشكل اللي حنا كنحاولوا نناقشوه مع الاخوان كاملين هو اننا حشومه باش اننا نضيعوا هاد المناظر الطبيعيه، باعتبار ان المنطقه عندنا تابعه للجيوبارك مقون اللي عندها اعتراف من اليونسكو. عيب وعار اننا نجيو في اي لحظه ونحطوا الزبل في وسط جيوبارك اللي معترفين فيه عالميا، وحنا ولاد المنطقه ما غنقبلوش نهائيا. وحنا كنضربوا باش نديروا منطقه سياحيه ونديروا فيها المشاريع اللي غادي تستافدوا منها الساكنه والشباب ديال المنطقه. هايدا به رئيس المجلس الجماعي ديالنا كيجيب لنا الزبل الى غرضه في شي حاجه اخرى، حنا راه ما غاديش نقبلوه عليه نهائيا. عندنا 23 دايره كاع كلشي حاضرين هنا، 23 دايره في بني عياط، وعندنا الله يجازيك بخير هاد الشيء. فاش غادي يديروا هاد الشيء؟ راه كنحرثوا وكنكتبوا، وراه تما وكاين النحل، راه تما فين كاين المعيشه ديالنا، راه تما فين كاين المعيشه ديالنا. غادي نضيعوا؟ سنضيعوا، إلا كاين هاد الشيء راه غادي نضيعوا، إلا كان هاد الشيء ولدي راه غادي نضيعوا. الله يجازيكم بخير، إلا كاين هاد الشيء في هذيك البلاد راه غادي تضيع كاع كل شيء. الدراري الصغار، أنا عندي 74 سنة ياك، ما عمر شي حاجة كاين تما، وتما فين تنسرحو تنكتبو تنحرطو غا يديرو لينا الزبل تما، وفين غادي نمشيو؟ إلا كان الزبل تما خصنا نرحلو، راه إلا كاين راه ضروري نرحلو. هذا اللي كان في السطات، راه النص ديال الدوار راه مشى في خرج فيهم المرض، الودنين ديالهم والعينين راه خواو الدوار ديالهم اللي بين 16 ما بغيناش يوقع لينا بحال هكاك. الله يجازيكم بخير، هادشي راه فيه المضره لبني عياط كاع كلشي.